هاي عندنا طريقه شلون راح نزرع اشجار، يعني عده اشجار. هسه عندنا اي قلم تين مثلا، عندنا جهنميه، خطم الساحلي، او عده اشجار. هذا عندنا هسه قلم، هذا اريد مثلا الرطبه، هذا القلم بهالشكل. هذا طريقه التجدير، هاي نستخدم هاي قرفه او دارسيني، هذا بهالشكل. هذا هاي عندنا التربه اللي مستخدمينها تربه بتموس، هاي بهالشكل. هاي التربه رطبه تصير، يعني ما نخلي لها بس رطوبه، يعني بحيث هاي رطوبه بس رطوبه، مجرد بس رطوبه، يعني ما نخليها يعني ماي هواي على مود لا يعفنن. هاي نضغطها بهالشكل هذا. هذا بعد ما ضغطنا عليها بهالشكل هاي صارت. هاي هسه راح نقطيها. هذا عندنا كيس نايلون، ناخذها بهالشكل هذا. هاي نشدها بلاصق بأي شيء يشدها، بحيث يعني ما يدخل لها هواء كلش. هاي بعد ما شديناها، هاي راح نتركها ظل شهر، اكثر من شهر. هسه الجو يعني هسه احنا يعني بدايه الثالث، نخليها جوا الاشجار، يعني تقريبا الجو معتدل، بس اذا الجو بارد نخليها داخل البيت. بس انا لا، هسه جذرتهن قبل فتره، يعني صار لهن مخليهن داخل الطارمه، يعني برا، يعني برا البيت بس داخل بالطارمه. هسه راح نشوف اذا المجذرينهن. هاي عندنا تين هسه المجذرينه، راح نشوفها. هذا التين نوع اسباني، قلم تقريبا يعني من 10 الى 15 سنتيم. هذا النوع اسباني، هاي ما شاء الله الجذور مالته، وهذا مجموع خضري. هاي تقريبا يعني من زارعينها اكثر من شهر ونص، يعني شهرين الا بعد، ما كمل الشهرين، نقول شهرين. هاي ما شاء الله صارت عندنا شتله، يعني مجموع خضري وجذور. هذا النوع اسباني. هذا عندنا هسه، هاي نوع همه، هسه راح نفتحها ونشوف. يعني عده طرق عندنا هنا. الجذور مالته هاي صار لها فتره، يعني تقريبا كمل الشهرين وما رويناها. هاي مجرد اول مره، والجذور ما شاء الله وشتله صارت عندنا، مجموع جذري ونمو خضري. يعني دائما احنا ننزل خاف، يعني مثلا طريقه تفشل دائما يسالوننا مثلا ننزل طريقه، فاحنا نزرع ما ياثر. احنا اي نوع يعني مثل نزرع ما ياثر، يعني تجدير بهاي الطريقه. هاي ما شاء الله جذور، هسه احنا هاي ما فتحناها، هسه راح نقرسهن يعني مباشره خاطر ما يتاثرن. هي عندنا التربه احنا دائما نستخدمها، تصير جيده للتصريف، رمل بناء ورمل نهر وسماد حيواني متحلل. هذا ناخذ بالشكل هذا. هاي خلينا هاي التربه استخدمناها على مود شنو نموها يصير جيد. بس هاي راح نقرس الثانية.
يعني بهذه الطريقة، يعني مو نوع واحد، يعني شجرة واحدة، عندنا عدة أشجار. هاي عندنا بعد تين، وعندنا جهنمية بهذه الطريقة، يعني مجذرين هواي. هاي خاف واحد مثلا يقول أنا طريقة التجذير تفشل عندي، طبعا إذا رطوبة عالية تفشل، ليش ما تفشل؟ دائما احنا نقول الرطوبة العالية هي سبب يعني العفن بالجذور بالتجذير، فالما يقدر يسوي على هاي الطريقة. بهاي الطريقة هسه يقدر يعني هيك بهذا الوقت. هسه الشهر الثالث، احنا اليوم 9 في شهر الثالث، يعني ايه عادي يصير. بس هسه هاي من يسوي هاي الطريقة، خليها جوا يعني مثل جوا الاشجار او مثل طارمة، يعني ما توصل لها اشعة الشمس المباشرة على مود لا يتلفن. هاي هسه عندنا هم هذه فرشة البطل، هاي عندنا هم مجذرينها، هاي النمو مالتها. وهاي عندنا على مود لا طول المقطع عندنا تين هم هاي بهاي الطريقة، هذا النمو مالتها يعني عندنا. وهاي جهنمية هم عندنا هنا، جهنمية صارت هناك جوا. هاي جهنمية، هاي جهنمية، هذا المجموع الخضري، بس ما راح نفتحهن على مود لا طول المقطع. هاي نروين ريا غزيرة، هاي دائما احنا نأكد على هاي الشغلة. هسه احنا مجذرينها وهاي صار لها فترة يعني خامينها، صحيح هي بيها جذور بس على مود نموها لا يتأخر وتصير بطيئة وتستمر بالنمو، دائما نأكد. هذا بطولة وقنينة بلاستيك، هذا بهالشكل. هاي ورا بعد ما نخليها فترة مثل فترة 5 أيام 6 أيام تشيل القطاع، وراها فترة 5 أيام نرفع هذا القطاع كله، هذا البطل أو قنينة البلاستيك نرفعها. هاي فرشة البطل أو فرشة الزجاج، هاي الأزهار مالتها كلش حلوة. هاي تتحمل عطش ودرجة حرارة، هذا نوع. وأكو نوع ثاني، هاي بدت هسه بدت بالتزهير هسه ما شاء الله، يعني بداية تزهير. وعندنا نوع ثاني هم هسه راح نشوفه. هاي نوع هم فرشة البطل، بس هاي بعد توها بادية بالتزهير، هذا نوع هم نوع ثاني هذا. وهذا عندنا هنا هم طرفوش الملك. هاي يعني نقدر هسه بهاي الطريقة نقدر يعني نزرع هسه طربوش الملك، فرشة البطل، ورد الجوري، هذا هم الجوري هم نقدر، هذا نوع من الياسمين هم. هاي كلهن نقدر بهاي الطريقة نقدر يعني نغرسهم.